تتخصص شركة مسارات جي بي اس في أجهزة الملاحة وتتبع المركبات، وهو ما تستخدمه الشركات التجارية وشركات النقل العام وسيارات الأجرة ومؤخرا الكثير من باصات المدارس. فهل تصلح هذه الأنظمة للعائلات والمركبات الخاصة، وما الجدوى من تركيبها؟ أسئلة أتوجه بها إلى ضيفي في الاستوديو السيد جهاد شباطات، رئيس شركة مسارات جي بي اس. سيد جهاد، أهلا وسهلا بك. بداية، قبل أن نسأل إذا ما كانت هذه الأنظمة تصلح للسيارات الخاصة وللعائلات، دعنا نسأل ما هي هذه الأنظمة تحديدا؟ نعم، بسم الله. أنظمة تتبع السيارات وإدارة الأساطيل هي أنظمة تكنولوجية تتكون من أجهزة إلكترونية وبرامج إلكترونية تسخر تكنولوجيا الجي بي اس وتدمج ما بين تكنولوجيا جي اس ام وتكنولوجيا الرسائل النصية القصيرة من خلال شبكة الخلويات في تحديد ومعرفة مكان السيارات والمركبات بشكل عام. يتم تطبيقها بشكل تجاري واسع الأيام هذه نتيجة حاجة أصحاب الشركات والسيارات من معرفة أماكن تواجد سياراتهم، طريقة استخدام هذه السيارات، توجيه السائقين إلى وجهات معينة. فذهب الاتجاه لاستخدامها بشكل تجاري واسع من هذا المنطلق. طيب خبرني، ما هي يعني؟ هي جهاز يوضع في السيارة وثم جهاز آخر يقرأه أو يقرأ معطياته في مركز ما؟ يعني خبرنا كيف يكون شكل هذه العملية. نعم، هي العملية بشكل عام خدمة كاملة متكاملة تتكون من أجهزة إلكترونية يتم تركيبها في السيارات. بالإضافة إلى الأجهزة الإلكترونية يتم تركيبها بالسيارات، في برامج إلكترونية بتم تركيبها على جهاز الكمبيوتر بتستطيع تقرأ المعلومات اللي بزودنا الجهاز فيها. أوكي. وبالإضافة لهدول المكونين الرئيسيين في عنا المكون الثالث اللي هو التكنيكال سبورت وخدمة الدعم الفني اللي بتستمر طول فترة تعاقد الزبون معنا. طيب الجهاز اللي موجود في المركز الرئيسي ماذا يقرأ لي؟ يقرأ لي موقع السيارة اللي فيها الجهاز الفرعي؟ نعم. طيب أين يدخل دور الجي أس أم في الموضوع؟ الجي أس أم هو الناقل للمعلومات من المركبة إلى الكمبيوتر المستخدم النهائي، بينما نظام الأنظمة للأقمار هو الذي يلتقط مكان المركبة. صحيح، هو الذي يزود الجهاز الموجود بالمركبة بموقع السيارة اللحظي ويمكن الجهاز اللي داخل المركبة أن يحسب سرعة السيارة مبدئيا ويحفظ نقاط سير السيارة. فبالتالي احنا المعلومات اللي بيوفرها هاي الاجهزه قسمين، معلومات حيه ومباشره من خلال معرفه مكان وجود المركبه بشكل لحظي بالاضافه الى سرعتها. المعلومه الثانيه اللي هي الهيستوري تبع السياره، السياره وين راحت وين اجت، الهيستوري او التاريخ، تاريخ هذه الحركه يحفظه الجهاز، يعني يعود به الى فتره كم؟ الى بتتخزن عندنا بالسيرفرز معنا لمده سنه كامله. لمدة سنة. نعم، بإمكان الزبون أنه يرجع لفترة يوم، فترة أسبوع، فترة شهر، إلى غاية سنة كاملة. طب قد يسأل البعض، ما أهمية هذا الأمر؟ ما أهمية تتبع المسار؟ يعني لماذا يمكن أن يعني شركة ما أن تعرف تماما كيف تتحرك مسار شاحناتها أو سائقيها في يوم ما أو في أسبوع ما أو في موسم ما؟ بالتأكيد الغرض الأساسي هو عمل الضبط والتحكم بسيارات ومركبات الشركة. عملية الضبط بتتم برضو بجزئين، الجزء الأول اللي هو الجزء المباشر والجزء الثاني اللي هو من خلال التقارير. احنا اليوم مثلا عملية صيانة المركبات مربوطة بكم المركبة قطعت مسافة، عملية حساب الأجرة الإضافية للموظفين مبنية بعملية كم اشتغلوا أوفر تايم. هذه المعلومات تتوفر لهم من خلال تقارير يومية زي ما حكينا، أسبوعية، شهرية، وحتى سنوية بتوضح أنه كل مركبة كم ساعة اشتغلت، كم كيلومتر قطعت. فبالتالي الفوائد بيانات كاملة عن كفية يعني سير العمل لكن اللي استخدمت في هاي النقلة. صحيح. طيب ماذا عن الرسائل النصية؟ ذكرت موضوع الرسائل النصية. نعم، الرسائل النصية لها أكثر من فائدة. الفائدة الأولى بتكون أنه شبكة الجي اس ام أحيانا احنا نستخدم من خلال الجي اس ام نستخدم شيء اسمه الجي بي ار اس اللي هو الانترنت من خلال شبكات الجي اس ام. في بعض المناطق تدخل غير موجودة بتغطية الجي بي ار اس.
هون بدخل دور الاس ام اس. الدور الثاني اللي هو التفاعل مع الجهاز من خلال اعطاء اوامر معينه مثل اطفاء محرك عن بعد في حاله سرقه السياره. من خلال تحديث سوفت وير الجهاز. واحيانا الكاستمر يعني بيكون بحاجه انه يعرف وين موقع السياره من خلال موبايله، ما عنده جهاز لابتوب او ما في عنده انترنت. من خلال الاس ام اس بتكست مسج واحده بيقدر يعرف وين السياره موجوده بالضبط. طيب من هنا يبدو لي جياد وكانه يمكن ان يكون هذا الموضوع مفيد ايضا للافراد، لانه في خدمات تتعدى موضوع مراقبه سير عمل لاسطول كبير، هل ممكن فعلا ان يستفيد الافراد تستفيد العائلات بوضع مثل هذه الاجهزه في سياراتها الخاصة؟ بالتأكيد يعني الجميع ممكن يستفيد من هذا النظام. من منطلق أنه درهم وقاية خير من قنطار علاج. العائلات بتعاني من كثير أمور، يعني من ضمنها مثلا التين ايجرز لما ياخذوا سيارات جديد. كل أب وكل أم بيصيبهم القلق لما يتأخر. كل أب وكل أم بيهمه أنه ابنه يكون بأمان، ما يتعرض لمشاكل، يقدر يوصل له بسرعه اذا حصل معه حادث ربما. اكيد 100%. فبالتالي وجود رقابه الاهل على التين ايجرز او الاشخاص اللي بياخذوا سياره بشكل جديد جدا مهمه. بتوفر حياه الشباب المراهقين، بتوفر ممتلكات العائلات. ما بصير سوء استخدام للسياره مثل احيانا السيارات تكون مع السائقين ايضا في لدى بعض العائلات. نعم، والسائقين كنوع من انواع الموظفين عند الناس. لازم يكون في كنترول وضبط ورقابه عليهم وما ينترك الموظف على كيف. طب قلت درهم وقاية خير من قنطار علاج، كم درهم تكلف هاي العملية؟ يعني غالية هذه الأجهزة؟ بالتأكيد أنه مش غالية، وهي كقيمة مادية الريتيرن اون انفستمنت بهذا الموضوع خلال شهرين بيغطي الجهاز سعره، خصوصا لما بنحكي عنه بشكل تجاري. وبالنسبة للأفراد وهذا ما له قيمة نهائيا، يعني قد ما دفع الواحد يدفع فيه أوكي حياة ابنه أو قيمة السيارة أكثر بكثير من قيمة الجهاز. السيد جهاد شباطات رئيس شركة مسارات جي بي اس، شكرا جزيلا لحضورك معي. شكرا جزيلا. شكرا.